لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا آيات من سورة الإسراء. هذه السورة التي جاءت لتبين وراثة الأمة الإسلامية للأمم السابقة، لا سيما أمة سيدنا موسى عليه السلام، أمة بني إسرائيل، وأن هذه الأمة هي الأمة الخاتمة الحقيقة بالاتباع التي سيؤيدها الله سبحانه وتعالى بنصره، وأن قرآنها وكتابها هو الكتاب الخاتم المهيمن على ما سبقه من الكتب. قلنا إن السورة بدأت ببيان فضل بني إسرائيل، وأن الله سبحانه وتعالى قضى بنصر هذه الأمة المحمدية على أمة بني إسرائيل نتيجة تخليهم عن منهج الله سبحانه وتعالى، وبدلا من أن يكونوا إشعاعا للهداية ونورا للناس ورحمة للعالمين، صارت هذه الأمة عبئا على البشرية، صارت هذه الأمة مصدر قلق وإثارة للحروب والعداوات والأحقاد بين الناس، فتخلوا عن الدور الذي أناطه الله سبحانه وتعالى بهم، ولذلك نقل الله عز وجل عنهم الخيرية التي فضلهم الله بها في قوله تعالى وفضلكم على العالمين. فكانت هذه الأمة مفضلة على العالمين في لحظة تاريخية معينة، عندما كانوا هم أصحاب الكتاب وأصحاب الرسالة، لكنهم لما تخلوا عن هذا أخرهم الله سبحانه وتعالى وقدم الأمة المحمدية الخاتمة وجعلها وارثة لها، لتكون هي الخاتمة، هي الرحمة، هي الشاهدة على الناس في الدنيا والآخرة، وكلفها سبحانه وتعالى بإقامة الشعائر والشرائع، وكلفها بالحفاظ على الأماكن المقدسة التي تمثل رموزا للتوحيد على هذه الأرض، والتي تمثل حربا على الشيطان وجنده وحزبه على هذه الأرض، والتي منها المسجد الحرام، والتي منها المسجد الأقصى. تبدأ السورة ببيان فضل بني إسرائيل، وأن الله سبحانه وتعالى سيورث عباده المؤمنين هذه الأمة بنصره عليهم. ثم بعد ذلك تبين الآيات موقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، موقف الأمة المحمدية من نبيها صلى الله عليه وسلم، ومن قرآنها، ومن القرآن العظيم، ومن حقائق هذا الدين. والآيات يتخللها بيان بعض التشريعات الإسلامية التي فيها الأخلاق والعبادات والعقائد التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما زلنا في أوائل السورة، ووقفنا عند قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى هنا يقول إنه قضى، يعني أخبر بني إسرائيل فيما آتاهم من التوراة، قائلا ومؤكدا أنهم سيفسدون في الأرض. والأرض هنا إما أن تكون مجمل الأرض، أو المراد مكانا محددا هو أرض الشام وبيت المقدس، وكلاهما صحيح وكلاهما ممكن. فحتى يتمكن بنو إسرائيل من السيطرة على أرض الشام لا بد أن يحصل فساد عالمي، نرى آثاره في واقعنا الآن، عندما الأمم كلها على مستوى الأرض تكيل بمكيالين، عندما لا يتحرك أحد، عندما يرى المظلوم يظلم،
وفي حين يتحرك الناس جميعا لنصرتهم إذا ضرب عليهم صاروخ ونحو ذلك ففسدت الأرض. حتى يتمكنوا لا بد من إفساد الأرض جميعا، حتى يفسدوا الأرض المباركة المقدسة لا بد أن يسبق ذلك إفسادا في العالم بنشر الانحلال والشهوات والسيطرة على السياسيين بالمخدرات والدعارة ونحو ذلك والربا ونحو ذلك. فالإفساد في الأرض المقدسة لا بد أن يسبقها إفساد في العالم. لذلك أنا بقول إن بيت المقدس جعله الله سبحانه وتعالى بوصلة، بوصلة للأمة الإسلامية وبوصلة للعالم. يعني على مدار التاريخ منذ بني هذا المسجد، فهذا المسجد هو البوصلة التي تحدد للبشرية مسارها. هذا المسجد في أحيان يكون بين أيدي المؤمنين وفي أحيان يكون بين أيدي الظالمين. متى يكون بين أيدي المؤمنين ومتى يكون بين أيدي الظالمين؟ هذه بوصلة تعرف المؤمنين مدى الانحراف الذي وقعوا فيه، وبوصلة تعرف البشرية أيضا مدى الانحراف الذي وقعت فيه البشرية. فإذا كان في أيدي المؤمنين الصالحين ويذكر فيه الله سبحانه وتعالى، فالأمة الإسلامية في غالبها بخير، والبشرية غالبا تسير إلى طريق مستقيم أو أقرب إلى الطريق المستقيم. لأن الأمة الإسلامية إذا كانت بخير فالأمة الإسلامية رحمة للعالمين. إذا كانت الأمة الإسلامية بخير فهي أمة قوية عزيزة، فالبشرية كلها ستقاد إلى الخير. إذا كانت الأمة الإسلامية ضعيفة فالمسجد الأقصى مأخوذ، البشرية كلها تساق إلى الهاوية. لذلك أنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب العبقري للشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، الذي سماه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. فانحطاط المسلمين وتأخر المسلمين لم يخسر فيه المسلمون فقط، ولكن البشرية كلها تخسر. يعني هذا السيل من أفلام الإباحية والمجلات والمواقع وانتشار الربا والظلم وعدم رعاية الفقراء في العالم وتركز الثروات في أيدي قلة قليلة من الناس ونهب ثروات الدول وكذا وكذا وكذا، والله أنا أعتقد لو كان المسلمون على قيادة الدنيا ما حصل ذلك، لكانت الدنيا أكثر عدلا وأكثر رحمة. فإذا المسجد الأقصى هو بوصلة للأمة الإسلامية والبشرية جميعا، نعرف من خلالها إلى أين نسير، إلى أين نسير، هل نسير إلى خير أو إلى الهاوية. فالله سبحانه وتعالى أقسم أنهم سيفسدون في الأرض إفسادا عريضا مرتين كبريين. هذا لا يمنع أن يكون هناك إفساد صغير في مجال، في منطقة، في دولة، في كذا، لكن المراد هنا إفساد كبير واضح وظاهر. لكن الإفساد لا ينحل عن هؤلاء الناس، لا ينحل عن هؤلاء الناس. حيثما وجدوا فهناك فساد أخلاقي، هناك فساد مالي، اقتصادي، سياسي. لماذا؟ لأنهم أولا تركوا الدين على الحقيقة، لا توجد تقوى ولا خوف من الله على الحقيقة، ثم الدين وظفوه ليكون دينا عنصريا يساعدهم، وليكون هذا الدين إطارا معرفيا وعلميا يساعدهم على الفساد. يعني الدين بدل ما يمثل رحمة صار الدين هو مخزون القوى المعنوية التي تدعم الفساد في الأرض، وهذا أسوأ ما يكون. عندما تقرؤون في التلمود تجدون أنه هناك أوامر بالقتل لغير اليهودي، هناك أوامر بالسرقة لغير اليهودي، هناك أوامر بالتعامل بالربا مع غير اليهودي، أما اليهودي لا، لا، لا نفعل معه ذلك. فالدين حرف، وبدلا من أن يكون مخزون للقيم والأخلاق وللسلام والرحمة صار الدين مخزون للعنصرية والفساد والإجرام. فليتهم ألحدوا وأبعدوا الدين عن أن يكون مخزونا لهذا. فلذلك
إفسادهم لا ينفك عنهم، لكن الفساد الكبير سيكون في مرتين كبيرتين، وفي هاتين المرتين سيعلون علوا كبيرا، سيكونون من ذوي السلطان والقوة والكلمة النافذة. الكثير من العلماء والمفسرين يقولون إن العلو الكبير الأول تحقق في عهد سيدنا سليمان عليه السلام، واستمر هذا العلو قليلا بعد سيدنا سليمان لما سيدنا سليمان بنى الهيكل، ثم فسد بنو إسرائيل بعده وعبدوا الأوثان واتبعوا الشهوات، فسلط الله عز وجل عليهم بختنصر هذا الملك الذي كان يحكم بلاد العراق بابل وآشور. فبختنصر ماذا فعل؟ قتل منهم وسبى وأذلهم، ثم عادوا بعد ذلك إلى الإفساد والعلو مرة ثانية، ولا يعلم لهم إفساد وعلو في التاريخ الذي نعرفه يعني كهذا الفساد والعلو الذي يعيشونه في واقعنا الحالي. لذلك الكثير من المفسرين المعاصرين يقولون المراد بالإفساد الثاني هو هذا الإفساد وهذا العلو الذي نعيشه الآن. يعني لما تبقى القوى العظمى في العالم اللي هي أمريكا والقوى العظمى الأخرى في العالم التي أتت بعدها مباشرة إن هي كانت روسيا في يوم من الأيام أو الاتحاد السوفيتي في يوم من الأيام، عندما تجد أن صناعة القرار في هذه الدول الكبرى تعتمد على لوبي أو مجموعة من اليهود الذين يعملون على مصلحة كيان اسمه كذا، إذا أنت تعرف أن هؤلاء الناس وصلوا إلى درجة من السيطرة والعلو ونفاذ الكلمة لم يبلغوه قبل ذلك. لذلك إحنا لا نتعجب عندما يعني انتخب كل رئيس أمريكي لابد أن يحج إلى هناك، لابد أن يزور إسرائيل، فهذا علو، هذه رفعة، هذه عزة أعطاه الله سبحانه وتعالى له. طيب ماذا حصل عندما علو؟ الإنسان عندما يعلو مسؤوليته تكبر. يعني أنت لما بتكون موظف صغير تبقى مسؤوليتك على قد وظيفتك، طيب بقيت رئيس مجلس إدارة، بقيت رئيس شركة، مسؤوليتك بتكبر وحسابك بيكون أكبر. طيب أنت الآن أعطاك الله علوا، هل استخدمت هذا العلو فيما يرضي الله تعالى؟ لا، اللي حصل إن هم لما علوا أفسدوا وقتلوا ونهبوا وسرقوا وكذبوا ونشروا المذاهب الفكرية المنحرفة وأقاموا مؤسسات الربا ودور الزنا والمنظمات السرية والعالمية التي تخدم أهدافهم. أنا كان عندي مجموعة كتب زمانا لما كنت مهتم بهذا الملف، يعني فيها إحصائيات مخيفة إنه ما في مؤسسة ربوية في العالم إلا ومؤسسها والقائمون عليها من هؤلاء الناس. ما في مؤسسة ترعى الدعارة وبيوت الأزياء والموضات والسينمات إلا ويديرها ويملكها هؤلاء. حاجة مخيفة، حاجة فعلا مخيفة. فهؤلاء أفسدوا هذا الإفساد الكبير، والمذاهب الفكرية المنحرفة الوجودية والمذاهب الإلحادية وغيرها تلاقي غالبا مؤسسوها من هؤلاء أيضا. فهم علوا وأفسدوا. طيب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى قد يعطي لعبده وإن كان عبده ظالما. علشان كده بنقول لحضراتكم دايما إن الإعطاء والتوسعة والإعزاز من الله لبعض العباد لا يدل بالضرورة على الرضا والمحبة، بل قد يعطي الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه وهو عليهم غضبان، أو يعطيهم ليملي لهم، أو يعطيهم ليصلوا في السوء إلى درجة كتبها عليهم حتى إذا أخذهم عذبهم العذاب الذي كتبه عليهم أيضا. فلذلك ما نفرحش لما يجي لنا مال، ما نفرحش لما يجي لنا جاه، لما ناخد وظيفة، لما نعلو، لا ما تفرحش. لكن اسأل نفسك قبل أن تفرح، كيف سأتعامل أو كيف سأعامل الله في هذا الذي جاءني؟ إن ربنا قد يعطيك ليملي لك
وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فكذلك الأمر، الله أعطاهم، ثم بعد ذلك أرسل عليهم عبادة. بعد مدة من الزمن الله عز وجل رد الكر وجعل الغلبة للمؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا للمؤمنين عليهم. ثم بعد ذلك جعل الله لهم الغلبة مرة ثانية، جعل الله لبني إسرائيل الغلبة مرة ثانية، فماذا فعلوا؟ طبعا جعل الله لهم الغلبة لما تابوا ورجعوا، فنجاهم الله سبحانه وتعالى من السبي البابلي ورجعوا مرة ثانية، ونجاهم من ظلم من كان يظلمهم، لكن ماذا حصل؟ رجعوا إلى الفساد. وجعلهم الله سبحانه وتعالى أكثر رجالا، وجعل رجالهم قادرين على الخروج إلى القتال بخلاف ما كانوا عليه في السبي البابلي حين كانوا أذلاء لا يستطيعون الحركة. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما يعني جاء الوقت، وقت العقاب الذي حدده الله سبحانه وتعالى على إفسادهم في المرة الأولى، بعث الله سبحانه وتعالى عليهم عبادا لله مخلصين من ذوي البطش الشديد والقوة في الحرب. فماذا فعلوا؟ فجاسوا خلال الديار. جاسوا خلال الديار يعني دخلوا في كل بقعة من هذه الديار، معنى ذلك أنه حصل لبني إسرائيل الذل على أيدي هؤلاء. جاسوا خلال الديار يعني ذهبوا ذاهبين راجعين، يعني سيطرة تامة، يطلبونهم يقتلونهم، وكان هذا قضاء الله سبحانه وتعالى عليهم حيث سلط عليهم عدوا. هذا العدو الذي سلطه الله عليهم هو كما قلنا بختنصر الذي قتل وأسر وغنم وجعلهم عبيدا عنده، وأخذ من بقي منهم أسرى، كل ذلك قبل عصر سيدنا المسيح عليه السلام. ثم بعد ذلك كما قلنا لما تابوا الله سبحانه وتعالى جعل منهم الرجال القادرين على الخروج والقتال ونجاهم من هذا السبب حتى يصلحوا عندما يمكنهم الله سبحانه وتعالى. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم يعطيهم الله سبحانه وتعالى الدرس فيقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني إن فعلتم حسنا يرضاه الله سبحانه وتعالى فهذا الإحسان سيعود نفعه عليكم أنتم، لكم أنتم جزاؤه، لكم أنتم ثوابه. وإن فعلتم شيئا يسيء، إذا فعلتم شيئا قبيحا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فعاقبة هذه الإساءة سترجع أيضا عليكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. فإذا جاء وعد الآخرة يعني وعد تحقيق عقوبتكم على إفسادكم العريض في المرة الثانية، في المرة الأخيرة. إذا جاء وعد الآخرة وعد تحقيق العقوبة المقررة على الإفساد الأخير، ما الذي يحصل؟ جاء الله عز وجل بهم من مواقع تفرقهم في الدنيا إلى مكان محدد وهو فلسطين. لذلك تجدون اليهود الموجودين في فلسطين الآن من أماكن متفرقة، بعضهم من اليمن، بعضهم من المغرب، بعضهم من إيران، بعضهم من روسيا، بعضهم كانوا من مصر، بعضهم من أوروبا، بعضهم من أمريكا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا. ساء وجهه، ما معنى ساء وجهه؟ ليسوء وجوهكم يعني لتحصل لكم الإساءة. الإنسان لما بتحصل له الإساءة بيظهر هذا على وجهه، يعني إذا اجتمعتم في هذه الأرض المقدسة فلسطين مجتمعين وأنتم من دول شتى وأخلاق متفرقة،
ما الذي سيحصل؟ سيبعث الله عز وجل عليكم في يوم قدره عبادا لنا. ماذا سيفعل هؤلاء العباد؟ سيحزنونكم، وسيظهر أثر هذا الحزن والكآبة على وجوهكم، ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، ليدخلوا المسجد منتصرين معظمين له مقدسين كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني ليهلكوا ويدمروا المنشآت التي بناها هؤلاء لتعود بعد أن كانت بناء عظيما إلى مبان هالكة عبارة عن رمل وحصى. وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. ما معنى عسى ربكم أن يرحمكم؟ يعني بعد أن يكتب الله عليهم الهزيمة، بعد مراقبة الله لكم يا بني إسرائيل بأيدي عباد الله المؤمنين، الإنسان لما بينهزم يسأل نفسه الأسئلة الوجودية. لما الإنسان بيتعرض لبلاء بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا كنت صح ولا غلط؟ لذلك البلاء رحمة يا جماعة، البلاءات رحمات بتفوق الواحد من الغي اللي هو فيه. فربنا هنا بيقول أنتم بعد ما تنهزموا عسى أن تتوبوا، عسى أن ترجعوا فتكونون مستحقين لرحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى عسى ربكم أن يرحمكم، ورحمة الله لا تكون إلا للمحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمعنى ذلك أنهم إذا انهزموا على أيدي عباد الله الصالحين، القرآن يدعوهم لمراجعة أنفسهم والإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم وترك الفساد الذي تواتروا عليه. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى فساد آخر بعد هذا الفساد الثاني، عدنا إلى اتخاذ التدابير التي ترجعكم إلى وضعكم من المذلة والمسكنة والإقامة الدائمة تحت غضب الله سبحانه وتعالى. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم يوم القيامة سيصيبكم الغضب في الدنيا، ثم يوم القيامة سيجعل الله عز وجل جهنم للكافرين حصيرا، سجنا ومكانا يحبسون فيه. وجهنم كما ورد في القرآن نار الله الموصدة، يعني هي انت عارف الواحد لما بيتعرض لحريق مثلا يخفف عنه ألم الحريق انه يتحرك ويجري ولو في اي مكان. عقوبة الله عز وجل في جهنم عقوبة شديدة، يعني الانسان يحرق ومحبوس لا يستطيع الحركة. اسم الله البديع، والله عز وجل إذا أبدع يبدع في العذاب ويبدع في النعيم. ثم يدل الله عز وجل على طريق النجاة لكل من أراد النجاة ولكل من لم يرد أن يسير في هذا الطريق، طريق الإفساد. فيقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن الله عز وجل يبين لنا في هذه الآية وظائف القرآن، فيقول لنا إن الله عز وجل أنزل علينا هذا القرآن الذي يتلى علينا وجعل له ثلاث وظائف كبرى. لماذا أنزل الله القرآن؟ لهذه الأسباب. الأسباب الأول ليرشد وليدل على طريق الكمال في السلوك البشري. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم يعني طريق الكمال لمن أحب أن يصل إلى درجة الكمال. يبقى القرآن هو المثال والنموذج، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصفته هو الذي كان قرآنا يمشي على الأرض
فهو أيضا المثال والنموذج العملي. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرآن إنسي، قرآن يتحرك، قرآن متجسد، كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فإذا من أراد الكمال فليقرأ القرآن وليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة. يبقى هذه وظيفة القرآن الأولى، الهداية لطريق الكمال لمن أراد الكمال. الوظيفة الثانية التبشير، تبشير المؤمنين الصادقين الذين يعملون الصالحات بأن الله عز وجل سيعطيهم جزاء إيمانهم وعملهم الصالحات أجرا كبيرا ينالونه في جنة النعيم، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. الوظيفة الثالثة الإنذار. يبقى وظيفة القرآن الأولى الهداية إلى طريق الكمال، الوظيفة الثانية تبشير المؤمنين، الوظيفة الثالثة إنذار الكافرين، ينذر هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة بأن الله عز وجل هيأ لهم عذابا مؤلما في نار جهنم، في دار الشقاء والعياذ بالله، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك للحديث عن بعض أحوال الإنسان الذي يريد أن يتدخل في قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فيقول الله عز وجل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يدعو الإنسان بالشر، يدعو الإنسان بأمور هي من الشر ويدعو بتعجيلها ولا يدري أنها من الشر، بل يدعو الإنسان بالشر كما يدعو إلى الخير، وذلك لقصور نظره وعدم شمول معرفته، وذلك لأن الإنسان عجول يتبع أهواءه وشهواته، يحب الدنيا العاجلة ويعرض عن الآخرة التي فيها النجاة. فهذا الإنسان يدعو مستعجلا، يدعو ربه بأمور لا يدري هل له فيها الخير أو لا. لذلك على المؤمن أن يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يختار على اختيار الله، وأنه يدع الله عز وجل يسير له أموره، ويدعو الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم دبر لي أمري كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. إنك ربما تقبل على أمر متحمس جدا وأنت لا تدري أنك تقبل على ما فيه شقاؤك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. والعجلة مذمومة، العجلة من الشيطان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه علي بن حاتم ليسلم قال له إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. فلذلك هتلاقي دايما من صفات المؤمنين السكينة والوقار والطمأنينة، دي صفات ملازمة للمؤمنين. الجماعة اللي هم في غير كده هتلاقي في عندهم عجلة، مفيش سكينة، مفيش وقار، وفي غضب ونحو ذلك. وجعلنا الليل والنهار آيتين. الله سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن بعض آياته في الكون حتى يرجع هذا الإنسان إلى ربه الذي يملك السماوات والأرض، فيقول له يا أيها الإنسان بدلا من أن تختار لنفسك اجعل ربك مالك السماوات والأرض، مدبر السماوات والأرض، مالك أمر السماوات والأرض، هو الذي يدبر لك. لماذا؟ لأنه عالم بما يصلح لك، لأنه خالقك وخالق السماوات والأرض. تتحدث الآيات الآن عن آيتين عظيمتين من آيات الله سبحانه وتعالى، هي آية الليل الذي فيه نسكن ونستريح، وآية النهار الذي فيه نتحرك وننشط ونذهب إلى أعمالنا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، الآية هي العلامة الدالة على شيء ما. فما هي العلامة؟ وعلامة يدل الليل والنهار
علامة تدل على وحدانية الله، تدل على قدرة الله، تدل على عناية الله بالعباد، تدل على أن هذا الكون له إله حكيم مبدع قادر. يعني يمكن أن تخرج من آيات الليل والنهار أمور كثيرة جدا إذا فتح الله سبحانه وتعالى بصيرتك. إحنا اللي بيحصل معانا إن إحنا بنعتاد الأمور، وأنا قلت لحضراتكم قبل ذلك إنه ما أحلى إن الإنسان يظل محتفظ بروح الطفل في داخله، فيندهش عندما يرى ما يدهش، يتعجب عندما يرى ما يتعجب منه، يفرح عندما يرى ما يفرح، يحزن عندما يرى ما يحزن. المشكلة اللي بتحصل إيه؟ إن هذه الفطرة بتغطى، فكأنه الليل والنهار والشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار علينا، والصحة البدنية اللي احنا فيها، وكنا قاعدين في بيوت الحمد لله جميلة وسترانة، وكنا بنجد رزقنا الحمد لله، وكون السماء بتمطر، وكون الأرض بتنبت، كأن كل ده حق مستحق لينا، كأنه لازم يحصل، والحقيقة أنه مش لازم يحصل ولا حاجة. أنت متغرق بالنعم لكنك صرت لا تراها، صرت معتادا عليها. فلذلك في عبادة إحنا كلنا نهملها اسمها عبادة التفكر. لما الواحد فينا كده يطلع يتمشى بعيد عن الناس لوحده لوحده ويتفكر في عظيم نعم الله سبحانه وتعالى. وأنا كنت أرى بعض المشايخ ربما يجلس بالنصف ساعة يراقب نملة ليتعلم منها. فأخونا إياكم أن تفقدوا الاندهاش من الآيات العجيبة التي تحيط بنا. أنا بتعجب كمان من الجماعة اللي يقول لك إيه، إحنا مش هنؤمن إلا إذا شفنا معجزة زي السابقين. جماعة الملحدين في منهم يقول كده، يا أخي أنت عايش في عالم من المعجزات، أنت كونك تتكلم وتسمع والطعام يهضم وحركة قلبك تتحرك وجسمك ينمو وتشوف الزرع بينبت من الأرض، كل دي مش كل دي مش ده، انت عايش في عالم من المعجزات، انت تعيش في عالم من المعجزات. طلوع الشمس معجزه، وغيابها معجزه، وحركتها معجزه، وانتظام الحركه معجزه، ودي ايه واحده هتلاقي فيها عدد من الايات. لكن سبحان الله انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فجعل الله سبحانه وتعالى الليل محوا للمرئيات، فالأمور التي كانت ترى بالنهار لا ترى بالليل. فإذن جعل الله آية الليل محوا للمرئيات عن أن ترى بالأبصار، وجعل آية النهار مبصرة، يعني جعل آية النهار سبب في الإبصار، في إبصار العيون السليمة لما يحويه الكون من آيات. إذن النهار، ودي هذه الآية فيها إعجاز، هذه الآية بتقول إنه لولا النهار، لولا النور، لولا الضوء ما رأينا شيئا. وهذه حقيقة. احبس نفسك في أوضة كده وقفل الأنوار كلها، وإياك أن يدخل لك شعاع نور واحد وشوف كده هل ترى ولا لن ترى، مع إن العين موجودة وسليمة، لن ترى. هذه العين لا ترى إلا إذا كان فيه نور، فهي لا ترى بذاتها، لا ترى إلا بواسطة وجود نور. فلذلك جعل الله آية النهار مبصرة، يعني سبب في الإبصار، وبدون آية النهار لا إبصار. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، لتتوصلوا بضياء النهار إلى الذهاب لأعمالكم والتصرف في معاشكم، ولتعلموا بهذا أيضا عدد السنين والحساب. باختلاف الليل والنهار نبدأ نعمل إيه؟ عدد السنين القمرية والسنين الشمسية. طب هنحتاج العدد، عدد السنين والحساب في إيه؟ نحسب بقى أوقات الشهور والأيام والساعات، وتنتظم حياتنا وتنتظم عبادتنا
بانتظام الليل والنهار. بدون ذلك الواحد لا هيعرف يحسب حاجة، ولا هيعرف يتعامل في الدنيا، ولا هيعرف يعبد الله سبحانه وتعالى. فكونك عايش في نظام كوني دقيق تتعاقب فيه الشمس والقمر وتتعاقب فيه الليل والنهار، ده معناه ان ربنا بيساعدك على تنظيم حياتك. زي ما يكون كده في اب عارف ان ابنه عنده الصبح مدرسة، الابن نسي يظبط المنبه، فجي الاب ظبط له المنبه عشان ما يتاخرش على شغله او مدرسته. فربنا سبحانه وتعالى وضع لنا آية الليل وآية النهار علشان ينظم حياتنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا لما نزل سيدنا آدم على الأرض ما نزلهوش بس، لا ده نزله إلى أرض مهيئة ليعيش آدم وبنوه. فجعل فيها ما ينظم حياته، وجعل فيها ما يأكل، وجعل فيها ما يلبس، وجعل فيها ما يسكن، جعلها مهيئة للحياة الكريمة الصحيحة، بحيث يستطيع أن يأكل ويشرب ويلبس وينظم حياته وأعماله، ليستطيع مع ذلك أن يعبد الله عز وجل. ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء في كون الله سبحانه وتعالى مفصل تفصيل دقيق محكم، حتى لا تضغى ذرة على ذرة، ولا خلية على خلية، ولا كوكب على كوكب، فكل يسير في فلك محدد مرسوم مقدر بقدرة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك في الكون، يعني إيه علاقة الآية دي باللي احنا فيه لما تحدث عن القرآن؟ يعني لماذا تحدث عن القرآن ثم بعد ذلك تحدث عن الكون؟ يريد أن يقول لك إن الله سبحانه وتعالى كما جعل لك في هذا الكون هذه الأمور الدقيقة التي تعينك على تنظيم حياتك ومعاشك ونومك وراحتك، جعل لك في القرآن وفي الدين ما فيه فلاحك ونجاتك وما تحتاجه في الدنيا والآخرة. فلذلك دائما بنقول القرآن هو كتاب الله سبحانه وتعالى المسطور، والكون هو كتاب الله سبحانه وتعالى المنظور. وبالجمع بين القراءتين، قراءة القرآن وقراءة الكون، يهتدي الإنسان ويسعد ماديا ومعنويا، يهتدي الإنسان ويسعد في الدنيا والآخرة. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.